ثلاثة واحد أكشن. عدد الصعوبات في فلسطين 255,228 فرد، منهم 127,266 في الضفة الغربية و 127,962 في قطاع غزة. أنا اسمي سجا، عمري 10 سنين. أنا اسمي رموز، عمري 13. أنا بالصف الثاني. يوجد في فلسطين أكثر من 35,000 يعانون من صعوبات وإعاقات، أعمارهم من 6 إلى 17. أنا طفلة فلسطينية، عندي يوجد إعاقة من الفئة الكفيفين. أنا بس قوية ومجتهدة، بتمنى إنه الكفيف لما يمشي ما توقع إجره يا في حفرة أو عصات الكفيف إنها تعلق في مكان. أنا اسمي براء أحمد، عمري 13 سنة. أنا بعاني من صعوبة البصر وسببها خلقي. أنا خايفة لأني سمعت إنه نسبة الأميين ذوي الصعوبات في فلسطين كثير عالية. عمري 24 سنة، اتصابت في الحرب 2014، عندي بتر في الرجل اليمين وعندي تهتك في الجلد في العضلات في الرجل الشمال. عندنا في فلسطين في حوالي 11,000 صعوبة بسبب الإجراءات الإسرائيلية. أنا كنت أحلم من وأنا صغيرة إنه مستقبلي أساعد الأطفال الصم، عشان هيك درست خدمة اجتماعية لأساعد الصم. عمري 21 سنة وأنا صماء بسبب وراثي. أنا خلصت توجيهي بنجاح ورحت على الجامعة خدمة اجتماعية. أنا بفكر في ناس ثانية كثير عندها صعوبات لأسباب مختلفة. المرض كان سبب في حوالي 40%، كبر السن حوالي 25%، والوراثة تقريبا 18%، إجراءات الاحتلال أكثر من 4%، الحمل والولادة حوالي 5%. لما البيت يكونوا مأهلين إنه الواحد يعني ما حسسوش إنه معاق، هو فعلاً حيكون بيقدر يتحدى حتى لو كانت إعاقته زي أو أكتر. إعاقتك لازم تحبها، طول ما أنت حبيتها تأقلم معها. أنا حبيتها. عمري 49 سنة، نوع الإعاقة إعاقة رباعية، شلل الرباعي. السبب إبرة غلط خدتها وأنا عمري 7 شهور. التحقت بورشة السجاد، فحبيت الورشة هذه لأنها كانت بتميزني، يعني بدها حاجة مبدعة شوية، فحبيت الورشة. وبعدين بدأت أرسم في الرسومات، كمان حبيت أني بدل ما أرسم كمان أشغل السجاد، يعني مش أرسم بس. وفعلا اخترعت العصاية هذه اللي موجودة وبدأت أشتغل سجاد كمان. الحياة حلوة وحلوة كثير كمان. أنا اسمي سهاد سحويل، ولدت كفيفة، بدرس إلي تقريباً 25 سنة. أكثر صعوبة بواجهها الكفيف هو عدم التعيين. أنا كنت بدرس صيدلة وعلى وشك خلصت، تقدر وخلصت وهلقيت قاعد في البيت. الحمد لله إني لقيت عمل، لكن كتير نسبة من المعاقين
مش لاقين العمل. نسبة البطالة في المعاقين 37.3%. في ناس نظرتها إليك لحالها ممكن أنها تشلك تخليك دلك قاعد في البيت، وفي ناس يعني بتطلع عليك بعين الشفقة، وفي ناس برضو بتحترمك وبتحترم عاقتك وبتحترم إيش اللي عندك وبتقدرك. بالإرادة والتحدي نتغلب على عاقتنا.